هنيئا لأصحاب الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. ويقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أي فضل هذا؟ الذين ينامون عن صلاة الفجر ولا يجتهدون في الاستيقاظ لها حتى إذا فاتتهم لم تكن في قلبهم حرقة ولا ندم على أنها فاتتهم، هؤلاء لهم عذاب في الدنيا، ولهم عذاب في البرزخ في قبورهم، ولهم عذاب يوم أن تقوم الساعة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. أما في الدنيا فيكون غير موفق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زال الرجل يؤخر الصلاة حتى يؤخره الله. يؤخره الله سبحانه وتعالى في توفيقه في الدنيا. مسكين هذا الذي يقوم لرزقه ولا يقوم لرازقه سبحانه وتعالى إذا دعا. ينادي منادي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على التوفيق، تعال واقترب نوفقك. أما عذابه في قبره فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، رأى رجلا ممددا وفوق رأسه ملك يلقي عليه صخرة كبيرة، فإذا أصابته تدحرجت الصخرة، فذهب الملك ليأخذها، فيلتئم رأسه من جديد، فيعود الملك ويلقي عليه الصخرة مرة أخرى. هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكان اللذان كانا معه في الرؤيا: من هذا الذي يعذب بهذا العذاب في قبره؟ قال: هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أما عذابه يوم القيامة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون بمعنى لاهون عنها، لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها، قد يصلونها بعد أن ينقضي وقتها، ولكن وعدهم الله بالعذاب. وأخيرا، إذا أردت أن تعرف مقدارك عند الله انظر إلى صلاتك، انظر إلى حالها كيف هي، في خشوع وسكينة وفي وقتها محافظ عليها، لأن مقدار قربك منه سبحانه وتعالى هو سجودك له. كلا لا تطعه واسجد واقترب.